الجمعات. سجال غير مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأول في اجتماع نادي فالدي للحوار المنعقد في سوتشي، والثاني خلال اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بغرناطة في إسبانيا. لساعات عدة تحدث بوتين بلا كلل، هدد واتهم وحلل وتوقع، وكذلك أعلن. البداية كانت تهديدات باستخدام السلاح النووي حال تعرض بلاده لأي استهداف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجيش الروسي أنهى فعليا عمليات تجهيز صاروخ سارمات. وفيما توقع بوتين ألا تصمد أوكرانيا أكثر من أسبوع حال توقف الدعم الغربي لها، فإنه أعلن في الوقت ذاته أن كييف فقدت أكثر من 90,000 شخص منذ بدء الهجوم المضاد. اتهامات بوتين استهدفت الغرب بالسعي لإقامة ستار حديدي لعزل روسيا، كما اتهمها بالغطرسة ومحالة الهيمنة على مقدرات الشعوب والدول، ما جعل الولايات المتحدة وحلفائها وفق تصريحاته موضع انتقاد من كثير من دول العالم. وخلال حديثه لم ينس بوتين أن يكرر تصريحات سابقة له بأن بلاده ليست من بدأ الحرب، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هدفها إنهاء الحرب على سكان دونباس. في المقابل كان الرئيس الأوكراني حاضرا في غرناطة بقائمة من المطالب، أولها العمل على تعزيز الدفاعات الجوية لقواته قبل الشتاء. زيلينسكي شدد مجدداً على أن واشنطن ستواصل التعاون مع أوكرانيا لتقديم الدعم اللازم، إلا أنه حذر من أن الشراكة الأطلسية تواجه تحديات واضطرابات كبيرة. وفي ضوء التحديات التي تواجه هذه الشراكة، شدد زيلينسكي على الحاجة لصيغة للعمل بشكل موحد لمواجهة روسيا التي تسعى لتجميد النزاع مع أوكرانيا حسب قوله.